السلام عليكم، مسيتوا بالخير. اليوم انا مع الغالي ترك محيفر. هلا ابو حمود، شلونك؟ ساك طيب، شلونكم؟ احنا على الدائرة الحين، وعند الحزم اللي كسروه قبل فترة سنبت عشانه، ويبتكلم عنه استاذ تركي ويعلمكم كم تاريخه وش مكتوب وعن كل تفاصيله. حل الآن أمام نقش قد يكون بسيط، ولا في دلالته ولا في عدد أحرفه. هنا رجل يرسل تحياته إلى رجل اسمه نائل، يقول هنا وأنا ننب ابن، ولم يكمل اسمه. هذا الرجل أو هذا الموقع أو هذا النقش يعود إلى أكثر من 2000 سنة من الآن. ميزة هذا النقش أنه يقع في منتصف مدينة حائل. نحن الآن أمام حديقة، وإلى اليمين منا حي سكني وأيضا أحياء أخرى، ونحن الآن في منتصف تقريبا أو على الطريق الدائري. وهذا الرجل الذي اسمه نائل أعلن شموخه منذ 2000 سنة، وبقي صامدا هذا الرجل الذي كتب خط بالخط الثمودي أو خط الشعبي أو الخط البادية لمدة 2000 سنة في هذا المكان، بقي صلدا وبقي واقفا شامخا 2000 سنة ليعلن في هذه الأيام، يعلن أو من الأسى أنني أعلن نهايته وموته في هذه اللحظات بأسنة الجرافات التي سوف تناله غدا أو بعد غد، لتنتهي مرحلة وحقبة من 2000 سنة في يوم وليلة أمام هذه الجرافات التي لا تعرف أهمية مثل هذا الأثر أو هذا النقص الذي يمثل جزءا من حضارتنا ومن موروثنا الثقافي والفكري. هنا أيضا نقش بجانب النقش السابق، أيضا يقول صاحبه أنه مالك، اسمه مالك، وأيضا يرسل تحياته إلى رجل آخر اسمه ناث. أيضا هذا النقش ضمن أو قرب هذا الحطام الذي ترونه أو الجرافات التي سوف تنال منه غدا، لنعلن نهايته أو نهاية هذا النقش الذي يقع على الخط الدائري. وكما قلت لكم أنه استمر لمدة 2000 سنة أو أكثر من 2000 سنة ليعلن اليوم أو نعلن اليوم تأبينه قبل أن أو احتضاره ونهايته في هذه اللحظات. يوجد هنا أيضا بعض الرسومات وبعض الوسوم أيضا الموغلة في القدم التي لا تقل عن العصر، أيضا العصر الثمودي المتأخر. يوجد أيضا في الخلف هنا عدد من الكتابات والنقوش كانت خلف هذه الصخرة، إلا أن الجرافات المقاول قد أتت عليها بأكملها لتعلن نهايتها، وكانت أهميتها أنها تقع في منتصف المدينة، وكانت يعني تعلن للذاهب وللمار من هذا الطريق تلك الحضارة التي كانت قائمة منذ 2000 سنة إلى يومنا هذا.